تفتيش الصيدلي نجحوا في غلق وتشميع مركز لعلاج السمنة غير مرخص بمدينة نصر بيديرها سباك وانتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. والبداية كانت بمعلومات وردت بتفيد قيام طبيب ببيع منتجات علاج السمنة مجهولة المصدر وبدون أي مستندات بتدل على مصدرها داخل عيادته. على الفور تم التنسيق مع التفتيش الصيدلي بالقاهرة برئاسة دكتور علا خطاب، وتم مداهمة العيادة وضبط 5000 قرص مهرب وأدوية مجهولة المصدر، وتم ضبط المسؤول عن العيادة وتبين إن هي فتاة حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي وإن هي انتحلت صفة دكتورة للكشف على الضحايا. وكمان أوضحت التحريات إن مالك العيادة بيعمل في مهمة السباكة. وبمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث اعترفت بما جاء في التحريات وتم تحرير محضر بالوقعة واختارت النيابة العامة للتحقيق. طيب خلونا مشاهدينا نتعرف على تفاصيل الموضوع أكتر من خلال دكتور علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة. أهلا بيك يا دكتور علا وصباح الخير. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. مبدئيا كده والله إحنا الشرف لينا يا فندم ووجودك معنا أكيد إضافة كبيرة. مبدئيا وقعة زي كده يا دكتور هي أكيد مش الوقعة الأولى وممكن تتكرر من وقت للتاني، فعايز مبدئيا كده أعرف من حضرتك تفاصيل الوقعة وإزاي ممكن أعمل عملية الضبط فيما بعد عشان ما مرش بمثل هذه الأزمات اللي هي ممكن بتعود بالضرر على المواطنين. تمام يا فندم. هي البداية كانت ورود شكاوى مواطنين على بوابة الحكومة الإلكترونية لمجلس الوزراء بخصوص إن هم صرفوا أدوية من إحدى العيادات داخل مدينة نصر وسببت بآثار جانبية خطيرة جدا. وبعد لجوءهم للأطباء المختصين نبهوا عليهم بمنع هذه الأدوية وأنها خطرة جدا على الصحة وهي سببت لهم أمراض ضغط وسكر وأمراض خطيرة، فحاولوا يتواصلوا مع العيادة اللي صرفوا منها الأدوية ويرجعوها. والأدوية دي بمبالغ ضخمة جدا زي ما هقول لكم دلوقتي في تفاصيل الواقعة. فالعيادة رفضت ترجع الحاجات فعملوا شكاوى على بوابة الحكومة الإلكترونية، وعلى الفور صدرت تعليمات معالي وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد بتتبع الواقعة والتحري والضبط بالتعاون مع وزارة الداخلية. بتتبع العيادة وجدنا أن هي بيتم الإعلان عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي باسم الألياف أنها بتعمل حاجة اسمها تغذية خلوية ودي نوع جديد من العلاج، وأن الألياف دي مستوردة من بره وحاجات زي كده. فعرفنا مكان العيادة ونسقنا مع وزارة الداخلية السادة مباحث تموين الإدارة العامة وتوجهنا للعيادة مفتشو الصيدلة بالقاهرة مع السادة مباحث التموين. وطبعا المفتشين الصيدلة قاموا بانتحال صفة مريض ان هم داخلين يكشفوا علشان يعرفوا يضبطوا الأدوية، لان هم الناس دي حذرة جدا وما بيدخلوش اي حد ويعني حذرين جدا في التعامل. فعشان نتمكن من الضبط في حالة التلبس دخلوا المفتشين، المفتشة فعلا كشفت عليها وحدة، تتبين فيما بعد ان هذه الوحدة معاها بكالوريوس اقتصاد منزلي طبعا يعني هي اللي كشفت وهي اللي وصفت الدواء. وبعد كده بقى بالتحقيقات تبين ان صاحب العياده سباك المالك بتاعها، وهم موجودين في مول تحت الانشاء لسه في مدينه نصر وحاطين على الباب بره منتحلين صفه طبيب، يعني في صفه طبيب شهير فاتح في مدينه نصر جراح تجميل حاطين اسمه داخل على الباب. يعني دي جريمه ثانيه. جريمة تانية، هي عدة جرائم، هي عدة جرائم مش بس انتحال صفة أطباء لا هم كمان اليافطة التجارية انتحلوا صفة طبيب. إنما لما تدخل جوه العيادة تلاقي جوه العيادة يافطة تانية خالص لا تمت الصلة بقى لليافطة اللي على الباب بره بتاعة الطبيب اللي هو الشهير ده. وبعدين طب ليه يا دكتور هو فتح منشأة طبية بهذه السهولة؟ ازاي اخد تراخيص او ازاي حتى موجود؟ طبعا ده ما هي دي الجريمه الثالثه ان هو مكان انشاء منشاه طبيه بدون ترخيص. ما انا بقول لحضرتك هي عده جرائم. احنا كده داخلين بالراحه في 4 جرائم لغايه دلوقتي. ايوه بالظبط. فهي طبعا منشاه طبيه بدون ترخيص. الجريمة الخامسة بقى لما دخلوا جوه وطبعا البنت كشفت عليها المنتحلة صفة الطبيب دي كشفت وكتبت الأدوية، بيبيعوا أدوية مجهولة التركيب، ما حدش عارف دي متعبية إيه ولا هي عبارة عن إيه. هل مسجل عليها أي معلومات يا دكتورة؟ يعني الأدوية دي عليها أي معلومات؟ مكتوب اسم طبعا، هي حاجات هم اللي عاملينها معبيينها وطبعا حاجات مضروبه يعني الياف مضروبه طبعا. مكتوب اسم الياف، مفيش حاجه طبعا مسجله بالسوق المصري اسمها الياف. تركيبها مجهول، كاتبين عليها ان هي مستورده من الخارج. العبوه الواحده تخيل حضرتك بيوصل سعرها 3000 جنيه. ياه. والله ما دي ما حاجه جديده بقى، دواء جديد.
وفعال. فدي جريمه الغش التجاري بقى، دي الجريمه الثالثه، الغش التجاري. اللي هم هو هم بقى لهم قد ايه شغالين يا دكتوره؟ واضح انها حاجه حديثه يعني، لان المول اللي هم فيه ده تحت الانشاء يعني، هم ما لحقوش قوي يتوغلوا لسه يعني. يعني هل مثلا كانوا موجودين في مكان تاني قبل كده ولا ده بدايه النشاط؟ بص، هي التحريات شغاله دلوقتي. يعني احنا بنحاول نعمل تحريات دلوقتي مع المباحث عشان نربط بينهم وبين وقائع سابقه، بس طبعا الموضوع دلوقتي زي ما حضرتك عارف مع النيابه، فمش هي يعني لما النيابه ان شاء الله تخلص تحقيقاتها. لسه التفاصيل ما اكتملتش. ايوه بالظبط بالظبط ان شاء الله. طب قولي لي يا دكتوره، يعني ازاي ممكن نحضر الناس دلوقتي؟ مواقع التواصل الاجتماعي هي موجوده عند كل الناس، يعني كل واحد موجود عنده تطبيقات بقى، الفيسبوك والانستجرام والكلام ده، ودي البيئه الخصبه للاعلان عن مثل هذه العمليات من النصب. ازاي ممكن نوعي الناس ونعرفه ان ده دكتور او مش دكتور، او ده تروح له او ده ما تروحلوش؟ بص يا فندم، احنا فعلا في الفتره الاخيره في الاداره العامه للصيدله بالقاهره قمنا بعده تغطيات من هذا النوع باشكال مختلفه وبتتبع مواقع التواصل الاجتماعي، وده كان الجديد من نوعه اللي هو لم يتم من قبل. يعني احنا بقى لنا سنه تقريبا بنتتبع اي ترويج لادويه بخصوص، لان احنا اداره الصيدله فاحنا اللي بيخصنا الادويه، فبنقوم بتتبع اي حد بيقوم بالترويج بالادويه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسكنا عده قضايا في منتهى الخطوره، منها ناس بتبيع ادويه مخدره، منها ناس مثلا هقول لحضرتك في بيتم الترويج لادويه مستورده، وللاسف بعض الاطباء على القنوات الغير معلومه او المجهوله يقوموا بالترويج لهذه الادويه. واحنا مسكنا مصنع كامل في المد، مصنع اللي هو بيسموه مصنع بير السلم، يعني شقه عاملين فيها مصنع تعبئه لهذه الاصناف المستورده اللي بيتم بيعها بالالافات، ويكتبوا عليها ان هي مصنعه في المانيا ومصنعه في انجلترا، وبيتم بيعها للمرضى في بعض العيادات معدومي الضمير بالالافات. والله يا دكتور ولا انا ما اعرفش على حد معلوماتي، يعني ان فكره طبيب بيطلع على قناه تلفزيونيه او على شاشه ويحط بياناته، انا اعتقد ان ده مخالف للقانون. لو حضرتك صححي لي المعلومه. ايوه، الاعلان عن المنتجات الصحيه عموما دي قانون مخصوص، يعني هي البلد ما شاء الله في قوانين لكل حاجه، احنا عندنا لكل حاجه في قوانين، واهم حاجه ان احنا نطبقها صح. ففي قانون عندنا للاعلان عن اي منتجات صحيه، والقانون ده شافي ووافي، فلو اتطبق مظبوط خلاص مش هنلاقي هذه الجرائم. فانا بنوه بس، احنا بننبه على الناس بحاجه يا جماعه، اي دواء اي دواء مهما كان صفته او شكله ما تجيبوش من بره صيدليه مرخصه خاضعه للرقابه، لان جميع هي هنا يا دكتور بيلعبوا على حته ايه بقى؟ ده مش هتلاقيه في الصيدليه لانه مستورد. أيوة، وانا بس اللي هجيبه لك وهوفره لك. ايوه، بس هي دي النقطه اللي هم بيدخلوا من خلالها. مش 90%، انا بقول لحضرتك وانا متاكده 100% من هذه الحالات، طالما قال لك دواء مش هتلاقيه في الصيدليه وهتلاقيه عندي، 100% من هذه الحالات يبقى ده دواء غير مرخص وغير مسجل بوزاره الصحه وغير معلوم مصدره او غير معلوم مكوناته، حتى لو معاه نشره ومعاه علبه وشكله محترم، كل ده لا يفيد. كله بيتغش وكله بيتسرع. بقول لحضرتك احنا مسكنا المصنع في المرج بيغشوا دواء مستورد، بيقلدوا دواء بيتباع في المانيا، بيقلدوه هنا بعلبه وبالبامبل بتاعته بكل حاجه، وبيتباع وهو بيتعبى في المرج عندنا بباودرز مجهود. حتى النشره يعني، حتى انا لو مسكت النشره مش هفهم فيه اي حاجه حقيقه. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا.